السلام عليكم، معكم شادي العبادي، وبهذا الفيديو جايين نحكي عن كتاب اخوان الصفاء وخلان الوفاء للدكتور فارس السواح. ببساطة بهذا الكتاب من اسمه جاي الدكتور فارس السواح بيحكي عن، خلينا نحكي زي فرقة اسلامية او مجموعة اسلامية، خلينا نحكي انها سارية نوعا ما من الفرق الاسلامية اسمها خلان الوفاء. هاي الفرقة خلينا نحكي انها نوعا ما، بل مش نوعا ما، هي فعليا فرقة غنوصية. طبعا اذا مش عارف شو هي الغنوصية وكذا فصعب اني اقعد اشرح لك شيء، فدور على النت عنها وان شاء الله بتلاقيها. فارس السواح بهذا الكتاب حاول يجمع رسائل اخوان الصفاء وجمعهم بهذا الكتاب ورتبهم، لانه حسب كلامه الرسائل هاي مش مرتبة في اغلب المصادر الاسلامية، او خلينا نحكي مش مرتبة بالكتب اللي الناس جمعوها فيها، بس هو هنا رتبهم وقسمهم، خلينا نحكي لأقسام، قسم عن النبات عن النفس. خلينا أشوف لكم أحسن كيف مقسمها. مقسمهم خلينا نحكي لست أشياء. أولا نظرية التكوين، اثنين صفة العالم، وبعدها عندك كمان معرفة النفس، ارتقاء النفس والنجاة من أسرى الطبيعة، والآخرة والنشأة الثانية، والإسلام الإخوان، هاي هو من عنده، وطاقة النجاة. ببساطة شديدة أنا بصراحة لما قرأت هذا الكتاب كنت بصراحة مصدوم، وغير أني مصدوم كنت متفاجئ أنه في فرقة إسلامية بتآمن بشغلات خلينا نحكي يعني غايبة كثيرة أمانة يعني، وعندهم بعض التفاسير لبعض الأشياء الدينية أو بعض النصوص القرآنية اللي خلينا نحكي، بديش احكي انها علمية، خلينا نحكي بتوحي انها بتوافق العلم الحديث، كمثلا نظرية التطور. فعليا زي ما انت سامعين نظرية التطور، اخوان الصفاء كانوا يؤمنوا ان الانسان خلينا نحكي اذا كان كويس نوعا ما بظل يرتقي، هو بالاساس بكون خلينا نحكي حيوان بعدين نبات حسب فهم الشخص يعني، انا مش ذاكر هسه هو المراحل، بس بحكي يعني خلينا نحكي اللي ببالي هسه، كان الواحد بكون بالاول حيوان بعدين بيرتقي للنبات بعدين انسان، واذا كان هو انسان كويس بصير ايش؟ ملاك، تخيل معي، واذا كان سيء فبنزل من ملاك لانسان لنبات لحيوان كانه. فشبه شوي فكرتهم تناسخ الارواح امانه، بس هاي جاي كانها تطور من حيوان لانسان عكس التناسخ. التناسخ خاص اذا انت صرت مثلا حيوان بالحياتك الثانية كأنه بندعس عليك وبضل يندعس عليك على طول، هذا اللي فهمه قصة التناسخ عند الهندوس، أو مثلا بتصير مثلا مشلول وشغلة زي كذا، ما علينا منهم هسا الموضوع. إنها بتوافق مثلا نظرية التطور مثلا اللي كثير ناس بيشوفونها صح، أي شخصية ما لي موقف منها، لا إني مع ولا إني ضد، لإني مش فاهم فيها لحد هسا، ولكن اللي بدي أحكينا بتوافق. برضو عندهم شوية نظريات عن الكون، وكانوا يهتموا كثير بالفلك وعن السماوات والافلاك، وطبعا الدكتور فارس بيحكي انه فعليا نظرياتهم عن الفلك والشغلات هي كويسه ولكنها لا تخلو من الاخطاء، عندهم كثير اغلاط يعني. طبعا هذا بسبب انه في كثير اشياء احنا اكتشفناها بالفلك والاشياء هاي بسبب العلم الحديث، هاي الاشياء ما كانت عندهم، ولكن بشكل عام كويس انهم بالوقت تاعهم كانوا قادرين يوصلوا لهي الاشياء. بعض من الاشياء الغريبه اللي انا بصراحه تفاجئت بهاي الطائف وانا بقى عنها، يعني فكرتهم عن ماذا بعد الموت، او خلينا نحكي النار مثلا. بالنسبة لاخوان الصفاء بيأمنوا انه النار مش ابدية، لا بيأمنوا انه الها وقت محدد، يعني اوضحها اكثر، هم بيفسروا بعض الايات القرآنية وبيحكوا لك انه في ايات بتدل انه الجنة ابدية اما النار لا. فيعني اللي بدي احكي انه انت مثلا اذا كنت مثلا ملحد او مثلا كنت مش كويس او شخص سيء بتروح بتفوت النار هاي بتتعذب فيها على قدر الاخطاء تعيتك، وبعد هيك بتطلع منها بتروح على الجنة. وطبعا بعض النار مثلا مش حتظل ابدية لانه بيستعملوا اية معينة وبيحكوا لك انه هاي الاية بتدل انها اول ما تخلص الكوكب اللي احنا عليه او ينتهي بتنتهي النار، هذا هو اللي هم بيحكوه، انا هذا اللي فاهمه يعني من فكرتهم يعني. بصراحة انا مش مقتنع بالافكار تعيتهم ماشي، ولكن الافكار تعيتهم جدا جدا عجبتني. وغير برضو كمان عندهم تعظيم شديد جدا للفلاسفة،
بعظموا الفلاسفة زي أرسطو والأشياء هذول الشخصيات وبوصلهم لمرحلة بتوصلهم لمرحلة النبوة حتى، مش يعني انهم هم بيحكونهم أنبياء بس هم بيحطوهم ما تابعهم بيحكوا عنهم قريبة من الأنبياء يعني من كثر التعظيم للفلاسفة. وغاض الكلام كلهم طبعا زي ما حكينا غنوصيين، فبيآمنوا انه العالم اللي احنا فيه مش عالم كويس بل هو عالم عاطل، عالم كله حقد، عالم كله عالم شائع بشكل عام. وانت كمان انت كجسم اللي احنا فيه جسم المادي هذا لازم نخلص منه زي الغنوصيين العاديين يعني. بس هم ايش بيحكوا غير عن الغنوصيين العاديين؟ الغنوصيين مثلا المسيحيين بيحكوا ان اله العهد القديم، مش كلهم يعني بعضهم، هو المسؤول عن هاي الاشياء، واله العهد الجديد طيب. هذول لا، هذول بيحكوا لك انه الفيض الالهي هو اخر اشي، هو الخلق والكون. فيعني خلينا نحكي بشكل اوضح، الكون ناقص تمام، فهو عاطل لانه ناقص مش عشانه الله خلقه. مش عارف صح كيف اوضح لكم اياها، بس بشكل عام يعني الكون عاطل، هاي هي اللي بدي احكيها يعني. طيب بالنسبة للكتاب يعني انا بصراحة عجبتني كثير هاي الفاقة، مع اني مش مقتنع باغلب الكلام اللي حكوه، ولكني حبيتها امانة، حبيت انه كنت فرحان انه في فرقة اسلامية كان عندها هاي الافكار الكويسة. وعلى فكرة في خلاف عليهم، الدكتور فاسوح بالاخير اخر الكتاب حكى عنه، اللي هو قضية هل هم شيعة، هل هم اسماعيلية، هل هم كذا وكذا، يعني في خابطة. والدكتور فاس بيحكي انه تم تحف بعض هاي رسائل عشان في كانت في فرقة او بعض الفرق الشيعية زي الاسماعيلية حابين يحكوا انهم اخوان الصفاء منا، فايش سووا؟ حافظوا بعض رسائل. فدكتور خاص شو بقول لك، هاي رسائل اكيد متحافي. ليش؟ لانه اغلب رسائل تعيد اخوان الصفاء بتنتقد بعض الافكار في المذاهب الثانية، ومن هاي المذاهب انتقدت الشيعة وانتقدت فكرة الامامة وانتقدت فكرة المهدي المنتظر الخ الخ الخ. فكيف يكونوا شيعة وبيأمنوش مثلا بالمهدي؟ فهم علي كيف؟ او الامامة والشغلات هاي. طبعا الدكتور خاص سواح فصل بعض الموضوع كتاب اخر فصل، ومش بصراحة مش حاب احرق عليكم ايش اللي قاله. على كل طبعا في كثير افكار عندهم بصراحة عجيبة وغريبة، بس وانا عجبتني بعضها. على كل بالنسبة للسلبيات للكتاب، فعندي سلبية واحدة. الدكتور فاس هي مش سلبية، انا من وجهة نظري هي سلبية لكن هي مش سلبية. انا بصراحة من الناس اللي بحبوا يقرأ لما قرأ ايش لفاس السواح، فانا بحب اقرأ كلام فاس السواح، بحب اقرأ شرحه مثلا للنص الديني او مثلا الكلام تاعه هو او الملخص تاعه هو. الكتاب هذا كان الشرح تاع الدكتور فاس السواح قليل جدا. ليش؟ لانه اصلا هو اصلا بنقول لك قاعد النصوص، مثلا بقول لك مثلا هاي هي نظرية التكوين، نظرية التكوين كذا كذا كذا، وبعدين بضل يجيب لك رسائل طويلة تعيد اخوان الصفاء. فانت ما بس تحس هيك انه الكتاب مش فاس السواح اللي بحكي معك، مش هكذا بشرح لكم اياها. ولكن انا امانه بحب شرحته، وما كان في كتاب شرح بالكتاب لكتاب فاس، فايش اللي ضايقتني غير هذا الموضوع. فالكتاب اذا انت حاب تعرف عن هاي الفاقه او حاب مثلا او تحب فاس السواح، فانا بنصحك فيه بصراحه. الكتاب كويس وممتع نوعا ما، وممكن كمان تعجبك افكار بعض الفاقه، وممكن برضه تقتنع بعض الافكار تعيتها. على كل هذا هو الفيديو والسلام. واتمنى اذا انت قرات هذا الكتاب او بتعرف شنو هي الفاقه تقول لي بالتعليقات، خلينا نستفيد شوي. يلا سلام.